كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم. كانوا بيقولوا حلوا يا حلوا، صوموا وافطروا وحلوا. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. بنحبكم وبنحترمكم وبنتمنى لكم كل الخير. وانت طيبة، الله يخليك يا ستي. هنبدأ كده بداية، نفرح واحدة من السودان كانت جاية تدور على الحمل، عملنا منظار ربنا كرمها بيها. ربنا كرمنا. ميسون، فين ميسون؟ تعالي ميسون. احنا جنبين. مبروك يا ميسون. الله يبارك فيك يا دكتور. كم سنة جواز؟ 5 سنين. 5 سنين جواز. قضيتيهم ازاي ال5 سنين دول؟ عذاب. قولي، عاوزين يسمعوكي. يعني عذاب واشتياق لحاجة ربنا ما قسمه وكده يعني. كانوا متشخصة ايه؟ ليه 5 سنين؟ لا، كل مرة بروح مرة يقولوا لي هرمون الحليب مرتفع. اوكي. السونار نظيف، التبويض تمام، ما فيش حاجة. حتى الزوج نفس الحاجة، ما فيش حاجة. حتى في الكويت رحنا هناك الدكاترة برضو ما فيش حاجة. كنت متابعك من زمان يعني في السودان، ما كنت عارفة نفسي ان حقي واتابع معك كده. لما جابتنا الحرب هنا قلت يا جوزي ما دام جينا مصر احسن تنزل مصر ونتابع مع دكتور سيد. والحمد لله. عملنا المنظار امتى؟ يوم 22/11. 22/11؟ 22/2. 22/2 ده لسه يعني. وربنا كرم، مبروك. الحمد لله. الله يبارك لميسون الاول. فين السودانيين؟ الزغروطه السوداني فين؟ فين الزغروطه السوداني؟ فين؟ ربنا يجبر بحضركم جميعا يا رب. جزاك الله خير يا دكتور. الله اكبر. الله اكبر. هنبدا بقى مع الاذان الظهر. ميسون، هي ان شاء الله احنا عاملين حاجه بقى لنا فتره سنين معاكم على السوشيال ميديا، بنزود الناس بشويه وعي وبعدين نختبرهم في المعلومات اللي وصلت لهم، وبعد كده اللي بيجاوب. عملنا ان رمضان 30 يوم، فعملنا 30 حاله من حقها انها تتعالج معانا، يعني مدفوعه بالكامل، سواء كانت عمليه او حقن مجهري ليها او لاخواتها او لمامتها او لقرايبها او لجيرانها او لاي حد، شيء من التكافل الاجتماعي ومحبه بيننا وبين بعضنا. هنقول ميسون بقى النهارده تبدا تسحب اول حلقه وتقريها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. قولي تامر. تامر فرح. اول حاله تامر فرح. تعالي اسحبي حاله. ام رهف. ام رهف تاني حاله. ام رهف، خلاص تعالي اسحبي حالة حضرتك. منى ابو. منى ابو تعالي اسحبي حالة. تعالي تعالي. اسحبي. انتي ام المستقبل. حطي ايدي. نقري. مكتوب ايه؟ سوهندا. سوهندا ايه؟ قولي. سوهندا. 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 تعالي حاج اختاري حل. تعالي اختاري حل. تعالي اسحبي يا حاج. تعالي محسوبة ايه؟ تعالي يا حاج.
مين؟ أم العيال. أم العيال أحمد. تعالي اسحبي. تعالي. تعالي. كده خمس حالات. قولي قولي. حلم الأمس الألماس. حلم الأماسي ده رقم ست. تعالي. خدي من تحت بقى كده. الروضة الشريفة رقم 2 4 6 2 4 6 7. تعالي اسحبي واحدة. أمينة محمد رقم 8. مين؟ تعالي يا حاج. تعالي حاج. منال الجيوشي يبقى 1 2 4 6 8 9. تسعة. ما تخلي الطفلة الصغيرة دي تيجي. تعالي. تعالي اسحبي. للأناقة عنوان رقم 10. كل سنة وانتم طيبين. عقبال كل الجميع وعقبال اللي جاي إن شاء الله. كل 10 أيام هنسحب 10 أشخاص. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم.